دادز برجر. طب برجرز يا جماعة، لما نحكي على البرجرز يعني أشهر طبق موجود بالعالم وما في حدا ما بيحبه، ويمكن بالإمارات أكثر الأماكن اللي فيها برجر. بس احنا شو قلنا؟ دادز برجر، ليفل مختلف، طريقة مختلفة بزيادة. خليكم معك. لا أعطيني اليونيفورم. خي وين اليونيفورم؟ إيه أنا في راس كازمة وحلقة جديدة من ولا أطيب. خلينا نعمل برجر. سهلا، شو محضرنا؟ محضركم اشياء كثير طيبه، بس انت قلت لي في شيء حنبلش فيه اللي هو اقوى شيء، فريتا كوبانا. يعني عليك هيدي نحن مميزين فيها كثير. يعني فريتا كوبانا، شوفوا اسمها فريتا كوبانا، غير عن البرجرز العاديه اللي عم نحكي عنها، الكلاسيك مال الكلاسيك. لا لا غير. فتنا بشيء ليفل مختلف. ليفل مختلف ولحمه مختلفه مميزه. الواجيو، واجيو مبرده، مبرده مميزه. آه. عم مشويه على الجريل مع البيلد اب تبعها. طيب هلا قبل احنا نسمع البرجرز وما البرجرز وكلها، لحمه البرجر تبع الواجيو منين جاي؟ لتشاك، لتشاك بيور مبرده مش فروزن. حلو، مثل الفريش. يا عيني عليك، انا هلا شوعتني قبل ما بلش. يعني وين وينه تبع البرجر؟ يلا مين؟ شاف بليز. هو الشاف يا حبيب قلبي، هو الاسيستنت، هو الاسيستنت تبع البرجر هون، الجريلينج الفليبينج برجر، هو الشيف تبع البرجر اللي okay. حضر البرجر. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Wait, wait, wait. شوفوا كمية الفاتس للقلب. مستر شيفر، شوفوا كيف شكله. Let me let you show you how. This touch. Oh. A little bit different. Go ahead. Now. So he can teach you also. Yeah. So you do it smash. Smash. Chef. طب لما تنزلها سماش في ليفل معين لازم تنزل فيها ولا تتركها على كيف؟ على طريق على ريحتها. يعني انا بشوف اوقات ناس بيعملوها سماش بتكون كثير رفيعه. هلا هيدي حتصير رفيعه لانه لما نعملها فليب لتفوت بالبصل، البصل يفوت بقلبها. اه شغله كثير حلوه. انا شايف سماش برجر، بس شو عمل؟ تركها مثل ما هي، حط البصل وعمل لها سماش لحتى البصل تفوت بقلبها. يعني البصله فاتت بقلب اللحمه وعملنا لها سماش. تكنيك شوي مختلف بيعطيها طعم مختلف لما نستعمل الواجيو ونحط البصل ونعمل لها سماش. خليكم. لا والفخامه فيها لما نحط الصوص عليها هلا. كمان الصوص. حطينا البصله، حطينا الصوص صحيح وعم سويها بالضبط. هلا قديش على كل ميله بنحطها؟ يعني هلا انت كم دقيقه؟ تقريبا دقيقه ونص. بعدين بنرجع بنقلبها بالضبط. شايف الصوص اللي حطيته على البرجر هون شو هو؟ هذا صوص نحن بنعمله كوبانا صوص. هيدي هي الكوبانا صوص، مشان هيك اسمها فريتا كوبانا. صحيح. سو هو الصوص الجيم فيها. صحيح. وبعدين بترجع بتقلبها، بتحط الصوص على ميله وحده. على ميله وحده صوص. وبنقلبها لتصير يعني روستنج مع الاونيون. اوكي. فليب ات. فليب ات براي. شوفوا الموضوع. بعد في جبنه. حطوا البصل. معسناها بالبرجر. جانا حطينا السبيشل صوص تبعهم يلي هو اسمه كوبانا. كلها سوا بتصير روست مع اللحمة، حتعطيها طعمة مش طبيعية. حنحط عليها التشيز. التشيز وبنتركها دقيقة ونص على كل ميلة وبيبلش الشغل. How do you start the fritti cubana? What do you put? Only cheese and then roca. Roca. Ooh. So you put all the roca leaves here, okay. هذا بس الصوص مده. يا عين حطينا اول صوص سبيشل نزل بقلب البرجر مع اللحمه، هيدا الصوص الثاني على روكا. الموضوع قوي يا جماعه، الموضوع قوي. And then you got the burger. All right.
That's my man. That's my man. Okay. I'm sorry, bro. I got to try this. This is a skinny fries. فراس. بدنا ندوق شيء كثير طيب. دغري فلفيل. فلفيل شيء طيب هون. بس تلي قد ايه طيب؟ شو يا شيف؟ بس تلي قد ايه طيب؟ بعطيك الاسم كامل تبعه. لحظة، لحظة، خليكم معي. ركلة فيها ترافل، فيها بارميزان تشيز. سبع انواع هربس. من هذا اللي بيوصل له كمية الفليفرز الموجودة بقلب هالفرنش فرايز مخيفة. لا 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 لا، ليش شو مهضومة؟ Go ahead man, why stop? No! يلا man, I'm hungry. انا شايف والله انه هي جوعان، والله العظيم جوعان. مش عم يتعامل معي. More sauce? What is this sauce? Also special? يا عمي شو هيدا؟ صرنا بأربع خمسة سبيشال ساسز. الموضوع كبير. شوفوا شوفوا. كم؟ لا الفريتا 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 فايت بقوة. في إلكم. أوووه. أنا بدي أحط ساس. يس سر. أني مور ساس؟ لا مور. أوكي. لا 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 لا. شوفوا 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 الوضع هون. يا ويلي. لا 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 خليكم 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 معي. لا حطيت لي هاي ما بعرف ليش بس انا حافظ فيها هاي. خليكم 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 طلع 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 طلع. هاي شو هي؟ شاف؟ بريش. بريش بريش. شو بدنا نعمل فيها؟ بدنا نولعها. أول شيء مولعينها من برا. بدنا نولعها معناتها 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 في شيء كثير كبير. أنا شايف شقف لابستر. شو دوقع. شو اللابستر؟ دوقة. هاي قبل ما هاي. حلو انه منه مزلق لما تاكلوه بتنبسطوا فيه ما عم بموت فراس. هيدي كوك بس نحن بنعطيها نكهه على الجريل باوليف اويل. هي اوريدي كوك. هلا بنزلها على الجريل بتشوطها شوي بالاوليف اويل. بالاوليف اويل وبعدين بتجي بتعمل خلطه. بعدين الخلطه اللي بتخوف انا هون زيت مع اوليف اويل بس. حلو. معنا الشيف فراس بيساعدنا. حلو. موضوع ايه لا حلو. يلا وهلا هلا اعطيني قوتك يا شيف. هلا هلا الشغل هون اللعبة. يلا انا معك. شو هيدا اللي عم نحطه اول شيء؟ شايبز. شايبز يا جماعة. فريش شايبز. فريش جوليان. ايه. وهيدا الصوص لابستر صوص. هيدا هيدا الصوص اللي ما فينا نقول لكم عنه اللي هو سبيشال صوص. طبعا هلا هونيك انتوا سامعين اصوات شوية تشيكن عم تتحضر فريش. حلو لانه بدنا نعمل شيء بيعقد فنحن شغالين هلا بس باللابسه. ذوق بعد حبه. حيذوقني حبه. بعتقد حتعرف شوي شو فيها مش كثير. لا الموضوع قوي. كيف فرقت؟ فرقت لما دقتها مثل ما هي اللابسه وهلا خلطها مع الصوص عم تحطها بالبريوش بريد اللي لللابستر. وليك ما شاء الله الشيف طفحها لفوق يعني طلع شيء طابعين. بارمجان تشيز. بارمجان تشيز يا عين يا عين على التشيز. ليك شيف معلش انا بحب التشيز. زد لي يلا بحب التشيز معلش. كبل لك حبتين علي من فوق.
لا مش حبتان حبتان. لا 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 ما انا بحب هيك يعني سيبوز هيك بتروح. تمام هيك شا. طب هلا بنقول لك صحتين جاهزه جاهزه. اي بس لا 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 خليني اعطيك اللعبه تبعها. فوت يلا سهل. هلا انت بتحط ليه؟ ليه انا قليل ما شايف حدا بحط اورنج وهيدا برش الاورنج. اورنج زيست؟ ايه هيدي جديد علينا اورنج زيست. اه اوكي يا 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 هيدا التيست تبعها يعني اذا لقيت مثله بدبي كلها قل حلو انه انا دقت اللمسه على ثلاث مراحل دقته قبل ما ينحط الصوص. انا دوقتك اياها قبل الصوص لتشوف ما فيها زنخه. ما فيها زنخه مضبوط 100% ودقته مع الخلطه الثانيه مع الاورنج زيست اون توب. ساندويتش سوبر جود سوبر ايزي طعم وهيك حلوه بتفوت بال يعني بتنبسط فيها ميكس اوف فليفرز بتمك هيك هيك بيلعبوا. This is good. You finished it all there. Yes, sir. And then you put the cheese. Yes, sir. Show me, show me, show me, show me, show me, show me. Yeah, yeah, man. Don't be scared. Yes, yes. That's what I like, man. هذا التشيز المميز اللي قلت لك حتشوفه نازل هيك. كم نوع تشيز حط هون شيف؟ ثلاث انواع. وحطينا المكروني. صحيح. وحطيت بينز. تو صوصز. وتو صوصز. يا عيني عليك. وهلا اللمسه الاخيره فوق هدول. بس نحطها بالجلاس. اه بس نحطها بالجلاس. اوكي شيف. فوت اه مشان هيك الكيس باستا. يس اه اوكي 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 عفوا. وهلا بلش هدول عليها. هيدي اللمسه الاخيره. هيدي اللمسه الاخيره يا جماعه. شوف اللمسه الاخيره. والله الجيم حلو. لا طيب فورك سمثينج شفتوا كيف عملوه كيف حطوه كيف حضروه. عجبني بالموضوع انه نوعين تشيز نوعين صوص مع المكروني والبيز. اخر شيء حط على الوش هالتاتشز الحلو من التشيز. طيب هنحطه هون. اوكي هيدا ميسي بقلكم ميسي ايه بس انه واحد حلو هيك يجرب اشياء جديده. هيدا هو ميزته انه ميسي. لا فيه وحسن. شيف الناشفة وشيف الحمد. يس طيب هنعملها من بعد اذنك هنعملها ديبينج هون. ديبينج بالصوص طبعا. يلا فرجيني الصوص بالناشفة الصوص. ايه. بس اول شيء بنقليها قليناها بنقليها فرايد ديب فرايد شلناها عصص. وهلا هنعملها ديبينج على الصوص. اوكي يلا يلا الناشفة وشيف هيدا اللي بيميزها طبعا. ليش؟ لانه الديبينج بهيدا الصوص. هيدا اللي شايفينه. اذا كانت التشيكن هي تشيكن ساندويتش عادي بس اللي بيفرق هاي. والشغله الثانيه السبايسز اللي حتنحط عليها يلي هي سموكت سيكريت. ما حلو هيدي سيكريت. ترك 100% سبايسز بس سموك. في لكم انه سموك. مور 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 مور. ايه ايه بعرف بعرف. لازم لازم تكون لازم تكون بقوه والا منا ناشفه. صح يلا لاحظوا يا جماعه لاحظوا لاحظوا لاحظوا
لاحظوا بتحمموها اونلاين. يلا اوكي. Tell me, what do you put on it right now? I will put the pickles. 3 pieces of pickles. Can I put 4? Yes, of course. Then after, we will put the house block. Yellow, put. Mm-hmm. هو قلبك كثير طيبة. هو قلبك هو قلبك. لا هو ليك لازم ها يكون هيك. That's it? Yes sir, that's it. And then and do you serve it with something else or that's it? That's it. يعني الطريقة كيف نعمل بالعشرة very simple عمليا ملنا complicated بس الشغل وين؟ الصوص والدبينج والسبيشال سموك سبايسز ملاحة وكوشيرية بس الملاحة سموك هذه اللي حبعتي عن الفيديو. هنعمل هلأ ترافل. يلا ترافل على ترافل. يلا كلاسيك and you put iceberg just normal regular iceberg and what sauce go away not the comeback truffle sauce our truffle sauce no man leave I love the sauces leave the sauces for me let me play a little bit with the sauce truffle with homemade ranch. Truffle with homemade ranch. And topped with Parmesan cheese. قوي. بما انه انت بتحب البارمجان حطهم كلهم. اي والله ما انا هيك عم بفكر. صراحة شيف عن جد يعني انا اليوم ليه انا اكل برجرز مجرب برجرز كثير ومحضر بس يعني مش على طول بتلاقي هيك سبيشال برجرز عم تنعمل ببليسز ومشان هيك هيدا اللي بيميز المكان لما كنا لما نحكي عن البرجرز كل يعني في كثير محلات فيها برجرز بس اليوم اذا ما كان في ايتمز طالعه من المحل مميزه بطريقتكم وبالصوص وبالستايل بكون ما عملنا شيء فمشان هيك الفرق انه عم نحكي اليوم اللي جربناه كذا نوع بس كل نوع مختلف وكل نوع عاطي يعني تاتش ولمسي لكم يعني انا اليوم اذا بدي اروح هلا اجرب ترافل بارميجان تشيكن ما بعرف وين بدي اروح لانه عاطينا يعني لإلها لانه كل صنف عم نختاره بنعمل تيستينج عليه كثير ثاني بعد؟ لا هيدي بنعمل عليه تيستينج كثير يعني كذا مره تيستينج لنوصل للبرفكت بس يصير بيرفكت بننزله ايه طبيعي 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 ها اي لاف ات وبعدين بس اخبركم بيس اوف تشيكن سوبر تندر جوسي فيري ثيك بس ما خلصنا بعد في برجر البرجر اللي هلا انا ححضره هو سبيشال برجر ليبانيز فيوجن برجر ليش فيوجن؟ لانه اول شيء الفرايز مختلفه كليا ثاني شيء امين كارماليزد اونيون والتوميتو معمل لهم جريل بس المفاجاه الاكبر انه اللحمه فيها باربيكيو صوص وتشيز طبيعي صار فيوجن خليكم بس الباربيكيو مش باربيكيو عاديه ايه ايه احنا عاملينها خلطه خاصه خاصه طبعا ويلا وهيدي اللحمه سماش باي ذا واي ها شو معدوم توميتو كارماليز هيك اونيون نحط هيك بنفردهم بيكلز المفروض كول سلو شاف انت كيف يعني كيف طلعت فيها مثلا هاي؟ انه مثلا شو خطر ببالك؟ انه مثلا تكون كيف واحد بيخطر بباله هيك؟ تكون فكره جديده، طعم جديده مش مثل ما معودين عليها، واطيب من العاده. الفرايز
هلا الكولسلو على فكره كمان مش كولسلو عاديه، مش انه نعرفها العاديه بس مايونيز وهيك، كمان المايونيز في خلطه بقلبه. يعني هي مبلشه خلطه بخلطه 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 طالعه كلها في وجهي بالظبط من اولها لاخرها. طب فينا ما بقى نسميها لبنيز؟ انا لاحظت من العالم هون فتنه لبنيز. هو البيسك لبنيز، انه بيسك لبنيز انه فيها كولسلو. لا كولسلو والبطاطا، والبطاطا بس مش ضروري البطاطا القديمه اللي بنعرفها العاديه. ومنولعها بالكاتشب تبغى بدها كاتشب لانه بتتحمل كثير من الكولسلو ومن الفريش فرايز. هاي 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 كيف عم بيطلع؟ شو قال لي شيف؟ كارماليز كارماليز. اوكي عادي بسيطه بسيطه تقطع تقطع ما قطع. واو لا 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 الموضوع شو رايك بنجربها هلا ولا نخليها لبعدين؟ صراحه بدنا نخلي شيء لبعدين، يعني مش معقول كل جوا قبل كل شيء، بس في جرب شو حتى بس ما تكون لعين. هيدي اللحم الزايده اللي هون بتروح فيها. حسيت بالباربيكيو صوص لحم مشبعه باللحم. يلا شفتونا جوا كيف كنا عم نحضر البرجرز واشتغلنا على لابستر وعلى برجرز وعملنا اشياء وجربنا شويه ابيتايزرز وهيك، بس ما خلصنا. لما انا اشوف تويستد او فيوجن لبنيز برجر كيف انعمل وكيف انحضر هلا حدوقه، بس قبل خلوني اياها عشان خليني احكي عن الفارم برجر. اجز بيكن باتي بروفولون تشيز الترافل تشيكن ولا هون سموكي تريبل باتي وكاندي بيكن. ناشفيل معروف خليه شوية هيك ابيتايزرز على الخفيف. وزي ما هيدا لازم يجرب، اشتغلناه جوا طبقته بس ما جربته. لا ولو عن جد لا 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 عن جد عن جد عمالك عمالك. خلينا نشوف الكولرز طريقه شو كميه الفليفرز اللي بتتوقعوها تكون بقلبها. من توميتو للكارماليزد اونيون للباتي للبيكلز للتشيز مش هيك للباربيكيو فيوزد مع الميت. شيف مش مزح، انا بعرف عم تاكل نفس البرجر اللي انا عم باكله هونيك بيهايند ذا سينز، عم باكل نفس البرجر مش عم بمزح معكم. هيدا الليبانيز برجر ام سيريس، عم بحكي جد معك. موضوع قوي لانه هلا غيرنا بالكونسبت. اوكي غيرنا شوي بالكونسبت. الليبانيز برجر معروف هو ستاندرد كولسلو فرنش فرايز البان وبينحط له مثلا توميتو، في ناس بحط له خردل او لا، بس هيدا بالطريقه اللي فيه والفليفرز والاشياء اللي محطوطه. لا قوي 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 طبعا جربنا كثير ما بقى فينا نجرب الثاني. خلي شيء لبعدين طيب لحتى انتم تجوا تجربوه. دانيس برجر خاصه بعقد برجرز العاليين طريقة فيوجن صعبة سوفت اب ستايل من عندهم بطريقتهم باسلوبهم. بس الصراحة هذا اللي بيميز المكان وهذا اللي بيميز المطعم بيطلع اشياء منه، يعني حتى تنقية الميت ولا التشيكن مخيفة، تركيبة البرجرز رائعة. ف دانيز برجر في حلقة ولا اطيب حلقة بتعقد رائعة اكثر من رائعة. سوينا وركبنا وعملنا برجر جوا، ترونا للحلقة الثانية بولا أطيب تكون أقوى وأقوى.